عيدة. في نفس اللحظه اللي بتبدا فيها حلقتنا بتنطلق احداث الشوط الاول من مباراه منتخبنا الوطني مع منتخب الكونغو في الدور ال 16 كاس الامم الافريقيه. الحقيقه المدير الفني لمنتخب الكونغو كان اعلن انه هو متوقع فوز المنتخب المصري وان هم مجرد فريق متحدي وسعيد بكونهم الفريق المتحدي في اصابات طبعا في صفوف فريقنا منتخبنا الوطني ده سوء حظ يعني لانه زي صلاح شناوي امام عاشور اللي اصيب بلا يعني بلا مباراه لكن على اي حال رغم اداء المنتخب اللي لم يكن مرضي في المباريات السابقه الا انه كعاده شعب مصر وجمهور المصري بيدعم منتخبه وفي ظهر منتخبه وبيتابعوا وبيدعيله آه ووراه دائما آه بنتمنى الفوز لمنتخبنا النهاردة في هذه المباراة بنتمنى أنه يفرح قلوب المصريين آه بنتمنى أنه يفوز بكاس الأمم الأفريقية وبعد ما تنتهي هذه المسابقة يعني أن إحنا نشوف فين مشاكلنا بقى ونبتدي نعالجها او نشوف ايه الخلطه السحريه اللي موجوده عند اتحاد كره اليد ونعمله لاتحاد كره القدم. على اي حال حضراتكم عارفين طبعا انه الكوره هي الشيء الاول اللي بيبهج ويطبطب على القلوب ويسعد قلوب المصريين ولما المصري بيتفرج على مباراه فريقه اللي بيشجعه او منتخبه وبيفوز بيشعر كانه هو انتصر على شيء ما كان مضايقه في حياته، قد كده بيكون في توحد مع الفريق بنتمنى النهارده ان قلوب المصريين كلها تسعد وتبتهج وهنكون مع حضراتكم طبعا لكل التطورات اللي تحصل في المباراه. قبل ما اتكلم مع حضراتكم عن ايه اللي عندنا النهارده؟ الحقيقه في دقيقتين كده عايزه اكلم حضراتكم عن امر بقى منتشر الفترة اللي فاتت و... والحقيقة بقى مؤرق بالنسبة لي أنا على الأقل وهو غياب ثقافة الاعتذار. آه حكاية إنه الناس ما بتعتذرش أمر بقى صعب قوي، إذا كان مهم الاعتذار في حياتنا الشخصية بينا وبين بعض، فهو أمر ضروري وحتمي فيما يخص الشأن العام. آه في العلاقات ما بين المواطنين والمصالح والشركات والهيئات والوزارات، لأن لو فكرنا هنلاقي إنه كلنا آه مستهلكين او جمهور في لحظه ما وكلنا موظفين او مسؤولين في بعض المصالح امام جمهور اخر في لحظه ما فبالتالي وجود ثقافه الاعتذار يسهل حاجات كثيره جدا ويهون حاجات كثيره جدا صعبه يعني مثلا تلاقي ان قطعه غيار انت منتظر ومتفق على ميعاد معين هتجيلك فما تجيش محدش يقول لك اسف في حاجه كده في أعرض دماغ كل معظم الناس يعني انه مش مشكله ايه يعني ما حت... مش فارقه هقول ايه يعني أو إن مثلا تكون متفق مع شركة على صيانة فقعدتولي اليوم مفضي نفسك مستني عامل الصيانة فما يجيش وما يعتذرش عادي مفيش مشكلة. من يوم 27 أو 28 ديسمبر تقريبا اتقطع الإنترنت عندي في البيت. واتصلت بعد ما عدى يوم كامل بالشركة الشركة المختصة يعني فلقيت أنسرينج ماشين إنه في عطل جاري إصلاحه فخلاص تمام. عدى يوم تاني يوم اتصلت وقلت ادخل بقى على الدعم الفني ردت عليا موظفه قالت لي اه يا فندم في عطله طيب ايه وهياخد وقت قد ايه وقدامنا قد ايه لا ما اعرفش طب يا جماعه ليه ما بتبعتوش رساله تقولوا فيها كنتوا زمان بتبعتوا رساله تقولوا في عطل وجاري اصلاحه هياخد كذا زي ما بتبعتوا لنا رساله عملنا العزيز آه نذكركم بميعاد الفاتوره وعاملنا العزيز تم استهلاك كذا من الباقه قولوا لنا ففوجئت انها بتقول لي ده اقتراح وجيه جدا انا آه هبلغ الاقتراح ده للشركه ما بقتش فاهمه هو فين الاقتراح يعني ما فيش اي اقتراح فشكرتها على اي حال ورجع الانترنت يوم راس السنه اخر اليوم عدى يوم والتاني والتالت واتقطع الانترنت مره تانيه والحقيقه الواحد اتضايق لانه في مذاكره على الانترنت في امتحانات على الانترنت ولولا وجود البورتبل اللي هو الماي فاي المتحرك ده كانت هتبقى مشكله فتواصلت مره تانيه فرد عليا المره دي موظف وقال لي اه يا فندم في عطل طيب في ايه طب ليه يا جماعه ما بتبعتولناش تقولوا لنا في عطل فرد بنفس الاداء وقال يا فندم ده اقتراح وجيه جدا وانا هحاول انقله للشركه فالحقيقه كنت افقد اعصابي وافقد وقاري فشكرته وقفلت السكه فوجئت لقيته بيتصل بي بيقول لي يا فندم حضرتك نكتب ايه في صيغه الاقتراح اللي حضرتك بتقترحيه فما لقيتش حاجه اقولها غير اني اقول له انا بشكرك انا مش عايزه اي اقتراحات تمام رجع الانترنت بعدها باخر اليوم والى هذه اللحظه يوميا لابد ساعه أو يوم أو يوم لأ ينقطع فيها الإنترنت تماما ولا عرفنا ليه ولا حد فكر يقول أسفين ثقافة الإعتذار بتسهل حاجات كثيرة جدا بتخليك تعرف تتصرف بتخليك تعرف تشوف بدايل بتخليك حتى ما تبقاش متعصب آه ولازم يكون في طريقة ما لتدريب وتوجيه مسؤولين خدمة العملاء في كثير من الشركات للتعامل مع المواطنين أنا عارفة إن هم عايزين يمتصوا غضب الناس لأنه شكوى من الإنترنت عامة لكن ما اعتقدش ان هي دي الطريقه المناسبه على اي حال انا بتمنى ان تنتشر بينا ثقافه الاعتذار احنا عندنا النهارده عندنا هنشوف سوق الذهب اللي الاسعار فيه بترتفع بشكل جنوني جدا طبيعي ان سوق الذهب في مصر مربوط بسوق الذهب العالمي اللي هو بيرتفع بشده جدا بسبب الاحداث والاضطرابات والاوضاع والحروب وبسبب الحديث عن نيه الفيدرالي الامريكي انه يخفض الفايده فالناس بتشوف انه الافضل في الوقت ده الاستثمار في الذهب او يعني انها تضع مدخراتها في الذهب بالتالي السوق المصري مربوط بالعالمي لكن نفاجئ انه اسعار الذهب في مصر اعلى من السوق العالمي عايزين نشوف ايه ده وايه اللي يضبط اسعار الذهب و... وده معناه ايه وتاثيره ايه على الجنيه المصري وتداعياته ايه على الاقتصاد المصري وعلاقته ايه بالدولار و... وازاي الناس ممكن تستثمر في الذهب وامتى الوقت المناسب تبيعه وامتى تشتري وحكايه الذهب المزور اللي كان فيه مشكله وقبض على اباطره الذهب هنعرف كل ده مع المهندس سعيد حسن امبابي خبير تجاره الذهب ورئيس منصه اي طيب عندنا فقره ثانيه مهمه عن محكمه العدل الدوليه. اللي اصدرت قراراتها لحضراتكم عارفينها بالتاكيد ماذا بعد هذه القرارات ماذا تعني هذه القرارات اللي بتعنيه القرارات و... و... والاليه اذا كان ممكن تنفذ وتداعياتها وردود الافعال الدوليه سواء الامريكيه او الاوروبيه او العربيه على هذه القرارات مع الموقف الاسرائيلي اللي مازال مستمر يعني قرارات كانت بتتكلم على انه دخول المساعدات معبر كفر ابو سالم اتقفل ما زال في ضغط اسرائيلي لزق الناس اتجاه رفح وعمل منطقه عازله هتستقطع 20% من مساحه غزه فما زالت اسرائيل على نفس نهجها ورافضه وشايفه ان القرارات دي مشينه هناقش كل ده مع دكتور عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي في فقرتنا الحواريه. طيب خلونا نبدا مع حضراتكم فقرتنا الاخباريه وهي هنبتديها بخبر حدث صباح اليوم تقريبا قرب الساعه 12 مقتل شخص جراء هجوم مسلح على كنيسه باسطنبول. وزير الداخليه التركي اعلن مقتل شخص اثر هجوم مسلح اليوم على كنيسه ايطاليه تحمل اسم سانتا ماريا. وتقع باحدى مقاطعات اسطنبول، الوزير اوضح ان ملثمين اثنين نفذا الهجوم على الكنيسه خلال قداس الاحد مضيفا ان عده فرق شرطيه انتقلت فورا الى موقع الحادث وقدم الرئيس التركي تعزياته الى عائله الضحيه ضحيه الهجوم مؤكدا ان السلطات اتخذت التدابير اللازمه لضبط المنفذين. أو المنفذين ومن جانبه أدان وزير الخارجية الإيطالي الهجوم وأكد أنه يتابع الوضع مع سفارة بلاده في أنقرة وقنصلياتها باسطنبول معرباً عن يقينه بأن السلطات التركية ستعتقل المسؤولين الحقيقة إحنا حاولنا نتواصل مع أكثر من أستاذ علاقات دولية وصحفي في تركيا ولكن كان في اعتذار ربما لعدم وجود معلومه حقيقيه الى هذه اللحظه مين اللي نفذ وايه انتماءاته وايه هويته وايه غرضه من هذا الحادث وهل لي علاقه باللي بيحصل او الاوضاع الراهنه في المنطقه دلوقتي ولا لا وازاي هرب بعد ما اطلق النار ويمكن ربما لان محكمه الصلح الجنائيه اصدرت قرار بعدم النشر وعدم الحديث عن هذا الامر بالتاكيد هنعرف وهنتابع مع حضراتكم لما نصل الى اي معلومه عن هويه الملثمين اللي قاموا بهذه العمليه وعن اسبابهم وانتماءاتهم اكيد هنكون متواصلين مع حضراتكم ونديكم فكره طيب خلونا نشوف قمة باريس وسائل إعلام عبرية قالت أنه الاجتماع الأول من قمة باريس التي تجمع بين مسؤولين من الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل انتهى مع وجود تقدم في المباحثات بشأن الحرب في غزة وأوضحت صحيفة يدعوت أحرانوت العبرية أن الاجتماع اجتماع القمة الأول تناول اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل مع حركة حماس قال مصدر سياسي إسرائيلي أن اللقاء كان جيدا ونحن نقول أنه كان هناك تقدم في المباحثات بشأن الحرب في غزة فقد كان الاجتماع بناء ويمكن البناء عليه في المستقبل أما القيادي في حماس محمد نزال علق على القمة قائلا اليوم بدأت مفاوضات جديدة بشأن صفقة تبادل للأسرة وكل ما يقال في وسائل الإعلام عن تفاصيل صفقة الأسرة هي محاولة من الحكومة الإسرائيلية لتخفيف الضغط على عائلتهم الحقيقة هذا الاجتماع الخاص بقمة باريس أو زي ما بيتسمى يعني اجتماع باريس هو على مدار يومين النهاردة وغدا وفي الغالب المنوط بيهم إن هم يكونوا موجودين في الاجتماع هم مسؤولين أجهزة المخابرات الحديث الفترات السابقة اللي فاتت كان كتير عن هدى وعن صفقات وكلها بتطلع مش حقيقيه او لم يتم الاتفاق عليها بشكل كامل نتمنى انه ما يخرج من اجتماع باريس غدا آه يعني نصل فيه الى حاله من آه الهدنه وحاله من وقف اطلاق النار آه ربما لالتقاط الانفاس والحديث عن كيفيه حل القضيه وكيفيه وصول المساعدات للشعب الفلسطيني. ننتقل في الخبر التالي لوزيره التعاون الدولي اللي بتشارك في القمه الايطاليه الافريقيه بروما. نيابه عن الرئيس السيسي تشارك وزيره التعاون الدولي رانيا المشاط في القمه الايطاليه الافريقيه المنعقده اليوم وغدا بالعاصمه الايطاليه روما. من المقرر ان تلقي الوزيره كلمه مصر امام القمه والتي ستركز خلالها على التعاون بمجال الطاقه وضمان امدادتها وتعزيز تنميه البلدان الافريقيه للحد من تدفقات الهجره الى اوروبا اضافه الى معالجه فجوات التنميه بافريقيا ووضعها على مسار يعزز التحول الاخضر ويحقق مبادئ اتفاق باريس بشان التغيرات المناخيه طبعا حضراتكم عارفين انه هذا الاهتمام اللي بتقوليه مصر للقاره الافريقيه وما تعانيه افريقيا من جراء ما تقوم به الدول الصناعيه الكبرى في مساله المناخ. آه خلونا طبعاً أكيد في الغد هيكون معانا آه مداخلات ونقدر آه نعرف تفاصيل آه عن آه كل مدار في هذه القمة. آه روح حضراتكم آه للاضطرابات اللي في ولاية ولاية تكساس الأمريكية والحقيقة آه ولاية تكساس بتشهد اضطرابات آه شديدة آه هذه الفترة. قد تصل إلى مرحلة أو هي وصلت فعلا إلى مرحلة مطالبة تكساس بالانفصال عن الولايات المتحدة حاكم تكساس عمل أسلاك شائكة علشان يمنع المهاجرين المكسيك من دخول الولاية وطلبت منه السلطات الفيدرالية أنه يشيل هذه الحواجز وحكم محكمة في ذلك وهو رفض وأكثر من مرة وأصبح كمان تطور الموقف أن بقى في حكام ولايات أخرى متبينين نفس وجهه نظره وبيدعموه وعندهم استعداد ان هم يرسلوا حتى الحرس الوطني الخاص بولاياتهم لحمايه الاسلاك الشائكه ولدعمه. الامر خطير وممكن انه يوصل لحرب اهليه وكان احد المحللين بيتكلم في الموضوع ده وبيقول انه ربما يصعب القضاء على امريكا من الخارج لكن الحروب الاهليه او تفتيت امريكا من الداخل ممكن يؤدي الى انهيارها خلونا نشوف تفاصيل اكتر عن مساله الاضطرابات اللي في ولايه تكساس ومحاولتها الانفصاليه مع تقرير اعده وعلق عليه صوتيا جاكلين سمير قالوا ان في الاتحاد قوه وفي التفرق والتشتت ضعف فايهما تختار لحياتك ولمصيرك الاجابه معروفه لكن ماذا لو كنت في بعض الحالات تضطر للابتعاد كحل امثل لنجاتك من وجهه نظرك فهل تمثل للمنطق ام للواقع شبح في الافق يلوح فوق ولايه تكساس الامريكيه ويشير الى شراره حرب اهليه بالولايات المتحده الامريكيه ولكن من هي ولايه تكساس محل النزاع التي كانت في يوم من الايام جمهوريه مستقله وقبلها تابعه لدوله المكسيك هي ثاني أكبر ولاية في الولايات المتحدة من حيث المساحة والسكان، وتقع تلك الولاية جنوب وسط الولايات المتحدة، وتلقب بولاية النجم الوحيد، للدلالة على وضعها السابق كجمهورية مستقلة، وللتذكير بنضالها من أجل الاستقلال عن المكسيك، عام 1836، وظلت هكذا لمدة عشر سنوات فقط ثم انضمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1845 ولكن الاضطرابات قدر لتلك الولاية فهناك قلق الآن من حدوث فوضى محتملة بعد قرار المحكمة إرسال عناصر من حرس الحدود الفيدراليين لإزالة الأسلاك الشائكة التي أقامتها حكومة ولاية تكساس وبسبب رفض حاكم الولايه جريج ابوت لامتثال لقرار الحكومه بازاله الاسلاك الشائكه على طول الحدود مع المكسيك الذي يرى ان الاسلاك الشائكه في تكساس هي رادع فاعل للعبور غير القانوني الذي يشجعه الرئيس جو بايدن وانه سيواصل الدفاع عن السلطه الدستوريه في تكساس لتامين الحدود ومنع اداره بايدن من تدمير ممتلكاتهم لذا اثيرت المخاوف من احتمالية نشوب نزاع مسلح داخل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب دعوات الاستقلال عن الولايات المتحدة، فما المصير الآن؟ قرار واع أم انهيار للنظام الفيدرالي، عودة شبح الحرب الأهلية ونبش في الماضي أم نجاح للتفاوض وتحكيم للعقول في إنقاذ مصير الشعوب؟ الحقيقه جدير بالذكر يعني انه حاكم ولايه تكساس هو من الحزب الجمهوري وولايه تكساس ما اعترفتش اساسا بانه نتيجه الانتخابات وفوز بايدن دي نتيجه سليمه يعني. طيب خلونا استمرارا للاخبار في امريكا، امريكا مقتل ثلاث عسكريين امريكيين في هجوم بطائره مسيره على قاعده بالاردن. هي الحقيقه القاعده ما بين الاردن وسوريا، الرئيس الامريكي جو بايدن اعلن مقتل ثلاث عسكريين واصابه اخرين وقبل ما ندخل الهواء مباشره كان العدد تخطى ال 34 من المصابين في هجوم بطائره مسيره على قاعده امريكيه شمال شرق الاردن قرب حدود سوريا، بايدن قال ان الهجوم نفذته جماعه متشدده مدعومه من ايران تعمل في سوريا والعراق، بينما اكد البنتاجون ان ما تعرضت له القوات الامريكيه في الاردن تصعيد خطير. إحنا معانا على الهاتف سيادة اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مساء الخير يا فندم. أهلاً بك يا فندم والساده المشاهدين. أهلاً بحضرتك. الحقيقة ثلاث جنود قتلوا وأصيب 34 في هذا الهجوم. أولاً كيف لم تتمكن أمريكا من صد هذا الهجوم؟ ده أولاً. آه ثانيا هذا هو اول هجوم آه او اكبر هجوم تتعرض له امريكا يمكن تعرضت لاكثر من 100 هجوم في الفترات السابقه لكنه اكبر واحد والوحيد اللي نتج عنه اصابات ووفيات في صفوف الجنود ماذا يعني هذا هو فعلا اول مره بتحدث هناك ثلاث قتلى و34 جريح اول مره يكون هناك قتلى لجنود امريكيين في اي قاعده آه عسكريه امريكيه احنا نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 45 قاعدة في منطقة الشرق الأوسط بها 70 ألف جندي دول أساسا متواجدين في منطقة الخليج وفي منطقة الشرق الأوسط من إجمالي 800 قاعدة آه. حول العالم وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي دائما ما تقوم بتواجد أو بالتواجد في هذه المنطقة المهمة في العالم منطقة الشرق الأوسط بدعوة محاربة الإرهاب مم. ولكن نعلم منذ يومين فقط أن العراق نفسه ورئيس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي قال ان احنا عاوزين يعني يكون هناك انسحاب لقوات التحالف وللقوات الامريكيه مم. من العراق إن لان تم القضاء على هذه العناصر الميليشيات او داعش او ما يطلق عليها داعش وهي يعني للعلم كده ان الولايات المتحده هي التي اطلقت داعش على تلك الميليشيات وتلك الجماعات الارهابيه وهي اللي كانت بدات في 2014 وفي 2018 هي الولايات المتحده الامريكيه اللي هي قالت تم القضاء على الارهاب ولكن في اطار الفوضى التي تحدث في العالم وفي اطار الحرب الاسرائيليه المسعوره ضد قطاع غزه وازاي ان هناك سياسه تجويع وسياسه عقاب جماعي وسياسه الارض المحروقه وارتكاب المجازر وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه وجريمه الاباده الجماعيه ضد الشعب الفلسطيني اعتقد ان السبب في كل هذه التوترات وفي استهداف القواعد الامريكيه اللي موجوده في منطقه الشرق الاوسط هو بسبب الحرب الاسرائيليه الفلسطينيه والمجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها طب سياده اللي هو خليني اسال ذلك. حضرتك عن حاجه مهمه يعني هو الحقيقه دي اول مره فعلا يتم استهداف جنود قدر. اشار نعم. بايدن الى الميليشيات الراديكاليه الايرانيه هو طبعا. ووزير الدفاع تحدث وزير الدفاع الاسبق تحدث على ان الرد هيكون قوي في نفس الوقت طبعا. اللي بنشوف انه امريكا طول الفترة الماضية كانت بتتكلم على عدم رغبتها في التصعيد في المنطقة. هل هذا الحدث وهذه التعليقات اللي سمعناها، هل توحي بانه سيكون هناك تصعيد في المنطقة؟ اعتقد انه لن يكون هناك تصعيد والسبب في ذلك هو ما ذكره الرئيس بايدن وقال انه سيتم اتخاذ اجراء حاسم في الوقت والمكان المناسب، الكلمة الأخيرة ديت بتقول انه لا يريد يعني توسيع دائرة الصراع ورقعة الصراع في المنطقة ولا يريد يعني أن هو يدخل في حرب مع إيران وخاصة مع الانتخابات الأمريكية القادمة في شهر نوفمبر القادم وأن الجمهوريين يريدون أن يزجوا للرئيس بايدن أن يقوم بحرب إيران لأن ستكون ذلك نهاية الرئيس بايدن أعتقد أنه لن يكون هناك تصعيد ولكن سيتم تحقيق كل الامن وكل الاستقرار في حاله وقف اطلاق النيران من الجانب الاسرائيلي او من جيش الاحتلال والكيان الاسرائيلي ضد فلسطين وخفض التصعيد وادخال المساعدات ثم اللجوء إلى الحل السياسي وخاصة أن هذه الأيام بيتم يعني هناك مبادرات وهناك يعني مبادرات لخفض التصعيد وللهدنة وفي تحرير الرهائن. أعتقد. سيادة اللواء أن... بالنسبة لأمريكا يعني حضرتك تحدثت عن إنه بايدن لا يريد التصعيد أمام نعم. انتخابات على ذكر هذه الانتخابات. إلى أي مدى ما يحدث يوحي بفشل إدارة بايدن خاصة إذا ما تحدثنا عن تعرض هذه القوات لل, لل... تعرض الجنود للقتل وتحدثنا أيضا عن المشكلة اللي لسه كنا بنتكلم عنها الخاصة بولاية تكساس والله يا أستاذ شهيرة أنت فعلا ده سؤالك مهم جدا جدا أعتقد أن هناك فشل كبير الفشل الاول هو عدم قدره وسائل الدفاع الجوي في هذه القواعد الامريكيه على اسقاط مثل تلك المسيرات، مع ان هناك مسيرات كثيره بتطلق من جانب هم. الحوثيين وعلى على يعني ميناء ايلات الاسرائيلي وبيتم استهدافها واسقاطها. ايضا ما حدث في يعني افغانستان وهروب القوات الامريكيه من من افغانستان وما حدث في العراق وما يحدث الان في ولايه تكساس والزعم بانها والادعاءات بانها سيتم الانفصال عن الولايات المتحده الامريكيه، كل ذلك بيقول ان هناك فشل في اداره الولايات المتحده الامريكيه خلال الفتره السابقه واعتقد ان ذلك وبعدين الحرب الروسيه الحرب الروسيه الاوكرانيه ايضا ولم تستطع الدعم الامريكي الكبير ودعم القوات الدول الغربيه في ان هي يعني تساعد اوكرانيا في تجنب المزيد من القتل الذي يحدث لا وما يحدث الان في فلسطين كل ذلك ملفات فشل، فشل، لم تستطع فشل الاداره الامريكيه النجاح فيها بل فشل ذريع انا بشكر حضرتك جدا سياده اللواء محمد الشهاوي مستشار كليه القادة والاركان وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه بس أذن حضراتكم في فاصل قصير ونرجع نستكمل معاكم باقي اخبار لخبر شديد الأهمية خاص طبعاً باللقاء اللي جمع الوزير سامح شكري بوزير الخارجية السعودي والمؤتمر الصحفي اللي تم في هذا، وزير الخارجية سامح شكري علق في على اتهام بعض موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالتورط في حادث 7 أكتوبر قال خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان إن الأونروا مسؤولة عن توفير المساعدات لغزة وأعرب عن تفاجؤه من هذا القرار بإيقاف عدة دول التمويل الخاص بالوكالة وإن الألفاظ اللي استخدمتها ألفاظ ما استخدمتهاش حتى في تحديد شكل العمليات الانتقامية اللي قامت بها إسرائيل تجاه غزة خلونا نشوف جزء من كلمة الوزير سامح شكري ونرجع نستكمل تفاجأنا بالقرارات التي اتخذت بالامس ازاء منظمه الأنرى والالفاظ التي استخدمت فيما يتعلق بالاتهام الموجه وهي الفاظ في الحقيقه بالغه في مدلولها لم توظف مثلها ازاء مقتل ما يزيد عن 26 الف مواطن من الابرياء من المدنيين في غزه ومعظمهم من الأطفال والسيدات فهذا في حد ذاته أمر مدهش ولكن أيضا أن في هذه الأوقات وما تقوم به الأنروة التي توظف حوالي ثلاثين ألف موظف أن يكون هناك أي خروج من عدد بسيط بمقارنة ل ألف اقترفوا أفعال قد تكون خاضعة آه للمحاسبة وبالتأكيد إذا كانت إذا ثبتت هذه التهم فاتخذت اتخذت اجراءات لحين التحقيق ولكن المبادئ مبادئ التي تقتضي ان هناك اتهام فيجب ان يكون هناك تحقيق ولا يكون هناك استباق للادانه الا عندما ياتي التحقيق ويؤكد الاتهام هذه الوكالة هي مسؤولة عن ليس فقط المدنيين وتوفير الخدمات في غزة تحت ظروف صعبة جدا ومن 120 من الموظفين الذين لقوا مسرحهم وهم يقدمون هذه الخدمة الجوهرية لا بديل عنها ولا يقدمها آخرين فبالاضافه طبعا الى المسؤوليه في غزه ولكن المسؤوليه ايضا للاجئين الفلسطينيين في لبنان احنا معانا على الهاتف الاستاذ محمد مصطفى مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط مساء الخير يا فندم تحياتي لحضرتك استاذ الشهيرة والساده المشاهدين اهلا بك يا فندم الحقيقه حضرتك سمعت اكيد لكلمه سيادة الوزير سامح شكري وحديثه فيما يخص موضوع الانروا آه وتلميحه إلى أنه آه هذا القرار ربما يكون للفت الاهتمام أو جذب الاهتمام من قرار محكمة العدل الدولية، لكن الـ الـ الأهم في هذا الموضوع آه تعليق المساعدات المالية من قبل عدد من الدول الأنوروا، في التوقيت اللي المحكمة العدل الدولية كانت بتتحدث عن ضرورة دخول المساعدات والاهتمام بمساعدة الشعب الفلسطيني. كيف تقرا هذا القرار بعد قرار محكمه العدل الدوليه مباشره خاصه مع ان نتنياهو تحدث عن انه لن تكون هناك انروا بعد ذلك في فلسطين ولا تحدث عن انه يشوفوا منظمه تانية او حاجه تانية بدل المحيطة. طبعا هم يتحدثوا كيفما يريدوا لكن الامور على الارض والاوضاع السياسيه الاقليميه المحيطه والمناخ الدولي لن يسمح لاسرائيل بتحقيق هدفها النهائي الذي يجب الا نتوه عنه ابدا وهو محاوله تهجير الفلسطينيين من اراضيهم سواء بقى محاولتهم الساذجه لتهجيرهم الى سيناء او الى دول ثالثه عبر البحر او غيره. يعني هذا هو الهدف النهائي الذي تريد اسرائيل تحقيقه. قطعت اسرائيل وهي في سبيلها لتحقيق الهدف بممانعه مصريه واضحه للمخطط وقطعت قانونيا بالدعوه التي رفعت امام محكمه العدل الدوليه وبالتالي هي اتجهت الى استراتيجيه مختلفه وهي محاوله تفريغ الحكم الاولي او القرارات الاوليه الصادره عن المحكمه دي طبعا مش قرارات نهائيه لسه محاوله تفريغها من مضمونها القرارات كانت بتتحدث عن آه زياده الدعم الانساني المقدم للفلسطينيين في غزه آه هي كده بتحاول تحطم الاداه او مم. تكسر الاداه اللي بيتم بيها تقديم الدعم مم. اه اللي هي ال 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 الاداه المفروض المحايده الامميه مم. وبيتزرعوا باتهامات يعني حتى هذه الاتهامات لم تثبت صحتها لان لسه في تحقيقات <applause> وده اللي إن... تحدث عنه السيد الوزير سامح شكري لما قال انه الادانه الادانه إيه... تسبق الاتهام يعني م... لسه ما آه في تحقيق طبعا طبعا, طبعًا. طبعًا. إيه... انما اتفضل إيه... في امر شديد الاهميه حدث النهارده في هذا المؤتمر الصحفي صعب ان احنا نفوته وهو ما تحدث به وزير الخارجية السعودي عندما سألوا أحد المراسلين عن الظروف الراهنة في المنطقة هل غيرت طبيعة شكل العلاقة السياسية والاستراتيجية ما بين مصر والسعودية؟ فتحدث على أنها علاقة ثابتة وإنها أكدت ما هو ثابت وإن استقرار البلدين أمر شديد الأهمية في هذه الظروف. صحيح يعني بس لو سمحتي لي نقطه واحده احب اضيفها الاول في موضوع الاونروه قبل ما نتطرق للبعد المهم في المحادثات النهاردة وهي ان اسرائيل كل ما تقوم به اسرائيل حاليا يجب ان نتعامل معه على انه عنصري مم. وكل ما نقول ونردد عن ازدواجيه المعايير سواء من اسرائيل او من الدول او من بعض الدول القليله جدا المتواطئه مع هذا نوع صارخ من العنصرية مم. ولا غرابة هنا أن تكون الدولة اللي أخذت على عاتقها مواجهة هذه العنصرية هي آخر دولة تحررت تحررت من, من العنصرية. العنصرية. وهي مم. جنوب أفريقيا يعني يقول لك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بس ما يتكلمش عن حق فلسطين مم. يتكلم عن سبعة من الأنور وما يتكلمش عن ثلاثين ألف قتيل مم. مليون حاجة يتكلم عن حقوق إنسان هنا وما يتكلمش عن حقوق إنسان هناك مم. كل شيء الآن هو مشهد عنصري بامتياز مم. نعود بقى لسؤال حضرتك طبعا وبكل صراحه احنا لمسنا الفتره الماضيه ومع تصاعد الحرب الدائره في غزه محاولات اضافيه تقوم بها بعض الاطراف الاقليميه معززه بتحركات لطابور خامس لهذه الاطراف بتحاول الوقيعه بين اهم دولتين لا تزالان تنعمان باستقرار سياسي واقتصادي الى حد كبير وهما مصر والسعودية هاتان الدولتان الآن لو بصينا على المحيط الإقليمي كله هنجد إما دول منكسرة أو دول مدمرة أو دول أخرجت نفسها من الصراع بمبررات مختلفة أو دول صغيرة نسبيا وقدراتها محدودة حتى لو كان عندها قدرات اقتصادية ومالية كبيرة لكن أدوارها كثقل في المنطقة وفي سياسات المنطقة وفي التفاعل مع القوى العظمى ضعيفة مقارنه بمصر والسعوديه مم. فكان واحنا الحرب بتزيد كده حدتها زي ما احنا شايفين والمؤامره بتكبر كل يوم مهم جدا بالنسبه لهم الوقيعه بين مصر والسعوديه مم. ووسائل التواصل الاجتماعي في الحقيقه يعني بتقوم بده بشكل كبير طبعا مم. اه يعني اي حاجه بسيطه بتجد الامور بيتم تضخيمها وكان الدولتين في حاله تنافس وصراع بينما الواقع الواقع مش بس الواقع الحالي لكن الواقع التاريخي بيقول ان هاتان الدولتان هذا الثقل في المنطقه العربيه والشرق الاوسطيه مهم للغايه مش بس للحفاظ على الاستقرار في وقت السلم لكن لاستعاده الاستقرار وبشكل اقرب الى العداله والحياديه في حال ان الامور بتزيد حده العدوان فيها و... ونزر الحرب والدماء والنار وما الى ذلك انا بشكر ف... حضرتك يا استاذ فكان محمد مهم جدا هذا الرد جدا في هذا التوقيت انا بشكرك جدا استاذ محمد مصطفى مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط على كل ما تفضلت به وعلى وجود حضرتك معنا وطبعا ما يفوتناش ان مصر والسعوديه دولتين متشاطئين على البحر الاحمر وبيعانوا من ما يحدث من انفلات في البحر الاحمر سواء من هجمات الحوثي او من وجود عسكره في البحر الاحمر طيب آه نشوف بقى منتخبنا القومي اخباره ايه انا طبعا حضراتكم اللي متابعين انا مش متابعه آه الماتش احنا معانا الاستاذ آه ايمن بدره الناقد الرياضي بجريده اخبار اليوم مساء الخير يا فندم مساء النور يا استاذه الشهيرة على حضرتك وعلى الساده المشاهدين الكرام خلينا نعرف من حضرتك كيف يسير الشوط الاول احنا كل اللي عرفناه انه 30 دقيقه عدت وتعادل سلبي الى هذه اللحظه هو دلوقتي 37 دقيقه مروا والتعادل سلبي زي ما حضرتك تفضلتي يعني منتخبنا بيحاول بشكل يضغط من يعني التلك الهجومي لكن يعني للاسف الشديد تعرضنا الان لهدف من كره عرضيه ومن خطا دفاعي في هذه اللحظه وحضرتك في هذه اللحظه الان الان فقط آه آه كرة عرضية كان طبعا في آه آه رمي التماس آه كان في حالة من عدم التركيز للاعبتنا آه والكره اتلعبت من ورا آه مروان عطيه وطبعا في اعتراضات الان وبيطالبوا طاقم التحكيم بان هم آه يشوفوا الفار, الفار آه الحكم الجنوب افريقي طبعا موقف بيتابع الفار هو في اعتراض على اساس انه كان في تسلل <applause> طبعا احنا يعني نتمنى انه يكون في تسلل, تسلل فعلا نتمنى آه يكون في تسلل والهدف آه لكن هو فعلا الكره آه آه طبعا آه كا كان المفروض انها رمي التماس آه آه لعب هي فعلا تسلل يعني واضح جدا لما اتعادت دلوقتي قدامنا انها تسلل آه آه من الاوت اه لا ما هي طبعا لانها من رمي التماس فما فيش تسلل انما كان في حاله من عدم التركيز من يعني الهدف اللي حكم حسبه حاليا خلاص آه هو الحكم حسبه بس هم طبعا منتخب مصر لانه معترض آه آه موقف منتظر اه اقصد انه لسه اه لسه ما ما شافش الفار لسه ما ما قررش بشكل نهائي لكن الكوره من رمي التماس بالايد والحقيقه في تركيز طبعا, طبعًا انا استاذ ايمن انا مش عايزه يعني يعني في اللحظات الصعبه دي اخد حضرتك من المباراه لكن انا اتمنى طبعا انه يعني فريقنا يسترجع قوته بسرعه واحنا اكيد هنكون متواصلين مع حضرتك اذا في جد جديد اثناء المباراه انا بشكرك جدا واسيبك تستمتع بالمباراه طيب ربنا يستر وان شاء الله يعني دوار بقى يحسب الحكم يحسب ان هو تسلل ما يبقاش هدف او ان احنا نستعيد بسرعه قدرتنا ونقدر نحرز هدف اروح مع حضراتكم بصوره وتعليق والحقيقه أنا النهاردة هتكلم عن أمر سلبي يعني سامحوني المقدمة عن أمر سلبي وصورة عليه عن أمر سلبي عن هذه الحالة من الهري وال... والتهور الشديد اللي بتحصل على السوشيال ميديا واختراق الخصوصيات وعدم الاحترام ثقافة عدم الاحترام تسود في هذا العالم الشنيع عادي جداً أنه شخص يتدخل ويتطفل ويشتم ويتنمر ويخوض في شرف حد ويهين حد مع ان ممكن يكون نفس الشخص ده لو نزل صوره لا يقبل اطلاقا ان حد يخش يقول له عليها تعليق بايخ، حاله من الشيزوفرينيا وانعدام الاخلاق، خطوره ده مش مش بتكلم على السوشيال ميديا خطورته ده علينا احنا على ان احنا نعتاد على فكره العادي، عادي يعني في ايه المشكله؟ بنهزر ورياكتات ووش بيضحك و... وناس بتخش تعمل لايك وكومنت، ايه المشكله يعني؟ بنهزر فتحولت ان كل حاجه عادي عادي نهين رموزنا عادي ننقل طاقه سلبيه عادي نهيل التراب على قامات مهمه في حياتنا عادي ثقافه العادي دي بتعبس بحاجه مهمه جدا عند الانسان وهو الضمير اللي بيفقد بوصلته ثقافه العادي دي ممكن تاذي الاجيال الصغيره الكبيره اللي بتكبر على انه ملهاش كبير وملهاش رجعه وملهاش ملهاش حد يعني ملهاش كبير في الحياه فبالتالي هي لا تحترم كبير ولا هترحم صغير لما تكبر ما بقاش في حاله من الموضوعيه على الاطلاق حاله من السيوله والعشوائيه الحاجات اللي انت ممكن لو شيء مؤذي لشخص انت ب ب ب بتكرهه فيبقى الشيء ده عادي لو الشخص ده انت بتحبه يبقى انت تقف تدافع تماما بنشوف حاجات غريبه جدا زي مثلا بعض الناس مش حاسه خالص باللي بيحصل في السودان مع ان عدد اللي ماتوا فيه قارب العدد اللي مات في غزه لمجرد ان هم سودانيين في بعض مع ان الانسانيه لا تتجزا بنشوف مثلا ان حضرتك لا يمكن تقبل المساس بجدتك او انها ست كبرت في السن او ازاي دي مشيتها او التريقه عليها على السوشيال ميديا لكن عادي جدا ممكن تدخل تكتب كلمتين فيهم اهانه لقامه فنيه كبيره وشخصيه مصريه من زمن فن اندثر وما بقاش موجود ونتريق عليها. في الوقت اللي فيه ناس بتحاول تعمل لنفسها تاريخ عشان تتسند عليه احنا بنهيل التراب وبنهين رموزنا طبعا اتحدث عن العظيمه السيده نجات وعن تكريمها وعن التنمر على شكلها وعلى سنها وعلى مشيتها وعلى خدت كام انا لا بتكلم عن صاحب البساط انا لا اؤمن بفكره صاحب البساط البساط مصري وهيفضل مصري ولا بتكلم عن مين كان لازم يكرم قبل مين ده موضوع تاني خالص انا دلوقتي بتكلم في الانسانيات وفي الاخلاقيات شوفوا شكلها مش عايزه اقول الكلام اللي اتقال يكفي الكلام اللي قالوه الفنانين دفاعا عنها وخدت كام عشان خدت كام يا رب تكون خدت كنوز الدنيا كلها وكل ما كانت هتكون واخدة أكتر كل ما ده كان دلالة على قيمتها الأكبر وقيمة الزمن اللي هي جاية منه وقيمة الفنانين اللي اشتغلوا معاها ملحنين وموسيقيين وعازفين ومؤلفين وكتاب سيناريو ومخرجين أفلام وقيمة الثقافة والفن والدولة اللي قدمتها وقيمة تاريخها الطويل رب تكون خدت كنوز الدنيا هو محدش بيدفع إلا للي يستحق وكل ما يدفع للفنان المصري فلإنه يستحق ده وحضرتك لما بتعمل فرح أو حفلة بتدور على اللي يشرفك ويرفع يرفع راسك لما تعزمه وبالتالي كل التكريمات والجوائز في المهرجانات الناشئه الجديده دي بتتكرم بوجود الفنانين مش الفنانين اللي بيتكرموا بالجوائز فشيء من الرحمه وشيء من العقل والتعقل بدل منهين رموزنا زي ما حصل قبل كده مع سيدة المسرح العربي واتكلمت مع حضراتكم هنا في صورة وتعليق عنها لما ازاي وهتتقي في النشاط المدرسي ويتكتب عنها ايه بس شعرت بلحظه سعيده جدا لما شفت الرئيس السيسي وهو بيقبل جبين وراس سيده المسرح العربي سميحه ايوب وكانه آه لغى كل ما تعرضت له من اهانه وكانه بيقول رسالة انه هذا ما يجب ان يحدث ده اللي لازم نعمله مع رموزنا ومع قاماتنا احنا اللي ضد نفسنا احنا احنا اكتر ناس بن... بناذي نفسنا حد بيذينا اكتر من نفسنا احنا لازم نعي ونعرف قيمه ما عندنا من فن وادب وثقافه وعلم وتاريخ وحضاره ونحترم ده ونجله ونحترم بعض ولا نتجاوز في حق بعض على السوشيال ميديا ولا نهين بعض لو مش عشاننا عشان الاجيال الصغيره دي تطلع عندها خط رجعه وعندها كبير ترجع له. اشوف حضراتكم بعد الفاصل. <applause>